مش جديد ومنعبر شاشة الام بي ان. بدي رحب فيكم مشاهدينا ورحب بكل شخص انضم لنا بهيدي الحلقة، ودايما بدي اقولكم لانه بهمنا جمالكم وبهمنا دايما تطلوا باحلى طلة، بنفوت على بيوتكم لحتى ننقلكم عن خزانة ربيع وصيف 2024. بعرف قبل كل موسم بنحتار شو بدنا نلبس، شو بدنا نروح نعمل شوبينج، شو بدنا نشتري، هل عنا اشياء دارجة، هل بخزانتنا في اشياء مدفونة مثل ما بيقولوا ونسينا وما مسلطين الضوء عليها ابدا، علما انه نحن فينا نلبسها وكثير دارجه ونحن ما معنا خبر. لنحكي عن كثير امور عن هذا الموضوع، اسمحوا لي رحب بضيفتي عليا الملا، استشاريه ومدربه للمظهر من كولر مي بيوتيفول بريطانيا. اسمحوا لي رحب فيها هيك عبر زوم. اهلا وسهلا فيكي معنا. اهلا اهلا فيكي لارا، تحياتنا لإلك. يعني دايما هيك ببعث لك سلامات من لبنان للخارج، دايما عم بتحل علينا ضيفة عزيزة عبر زوم، على أمل إن شاء الله نلتقي قريبا بلبنان. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. يعطيكي ألف عافية، وخاصة هيك أنا دايما بقول للمشاهدين بنفوت على بيوتهم وحاملين معنا كل شيء هن بحبوا يعرفوا عنه، وخاصة عالم الموضة والأزياء. وبس نقول خزانة، ياما كنا نحكي أنا وحضرتك قد إيه عنا أشياء بخزانتنا موجودة ما بنلبسها وما بنعرف قيمتها وأصلا يمكن نسينا. مزبوط مزبوط. واليوم أكيد يعني انبسطوا كثير انه حنطلع كثير نكش كثير من الخزائن يلي عنا حتى نعطيهم طله ربيع وصيف 24. بالضبط، كرمال هيك قلنا له ان احنا حنحكي عن خزانه ربيع وصيف 2024، هالقد كنا دقيقين بالعنوان. فاليوم خلينا هيك نفوت دغري على الخزانه، شو لازم يكون في بقلبها لخزانتنا بهيدي الفتره، وشو الاشياء اللي لازم تتغير جواتها الخزانه عبر السنوات الماضيه؟ فينا نعمل جرده يعني. ايه اكيد، بس بحب بلش انا بكلمتين هيك صغار انه نعم. الديزاينر هالسنه، الفاشن ديزاينر لربيع وصيف 2024 كانوا كثير عاملين طلات هادية كثير، يعني بنسميها كوايت فاشن، يعني برروا انه بالنسبه للاوضاع الاقتصاديه واوضاع السياسيه ومدري شو ركزوا اكثر شيء على الطلات اليوميه. يعني بس بنلاحظنا من الفاشن ويك تبع ميلان وامريكا او نيويورك وباريس ولندن انه تقريبا في 11000 طله، لارا 11000 طله كان في بهالكات ووك هدول، 46% كان بس اشياء ديلي للنهار، طليت للنهار. وقديه سمبل وقديه رايقه هالسيزن الترند. تمام، يعني كمان هون وقت نقول سمبل ورايقه قد ايه كلنا عنا اشياء سمبل ورايقه بخزانتنا ونحن عن جد نسيينهم فعلا. مزبوط مزبوط بالضبط. لارجع لك للسؤال انه بحال بخزانتنا هلا شو الاشياء اللي لازم تتبدل، الاشياء اللي لازم نستغني عنها والاشياء اللي لازم نحطها بهالخزانه؟ كمان كانوا مركزين كثير على انه كيف تظبطي خزانتك، يعني ركزوا كثير انه شو تاخدي من خزانتك شو تضيفي لها. في عنا اربع اشياء كثير كثير مهمه حبلش فيها، يلي هي انا كنت تركتها للنهايه انما حبلش فيها هلا بالاول بالنسبه لسؤالي. اربع اشياء ندخلها او نطلعها اذا موجوده. بهمني كثير يكون في بطله الست شيء ذهبي او فضي، ان كان اكسسوار، ان كان بنطلون، ان كان بلوزي، ان كان مانيكير على الضفير، ان كان اي شيء ذهبي او فضي. اكيد كل وحده حسب شو بيلبق لها. هلا اللونين لارا، السيلفر والذهبي هن لونين يونيفرسال، يعني بيلبقوا لاي حدا، بس اكيد دائما في شيء بيلبق اكثر للست حسب هي الدوميننت تبعها او حسب مروحه الوانها. سو اول شيء لارا هو يكون عندك شيء ذهبي او فضي. حلو. ثاني شغله من يلي كثير دارجه انه يكون عندك شيء اسمه ليتل وايت دريس، يكون عندك كيف عنا بالاجمالا ليتل بلاك دريس، يكون في قطعه سوداء. هلا بالصيفيه اتس ماست يكون عندك قطعه بيضاء. هلا بتقولي لي ما حاشتري، اوكي ما بنشتري، ممكن يكون في بلوزه، يكون في قميص، يكون في فستان، يكون في سكارف، يكون في اي شيء عندك لونه ابيض. مثل اللون الابيض كمان. حلو. يس كثير 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 دارج. دارج كثير الاكسسوار الكبير، البيج ستيتمنت، يعني يكون عندك مثلا عقد كبير، يكون عندك حلقه كبار، هدول الاشياء اللي هلا كثير كثير ترندي، الذهبي والفضي
الاكسسوارات الكبيره الليتل وايت دريس، هدول اشياء اساسيه تكون موجوده بالخزينه. حلو، وقت عم تحكي على الاكسسوارز يعني قديش مرقت فتره راح موضه الاكسسوار الكبير، احنا شوي كثير للسمبل الناعم، هلا رجعت. هلا رجعت يعني رجعت البالكي البيك ستيتمنت هلا بتقول فضي ممكن جزدين ممكن كندرا، وكمان اتس ماست لها الصيفيه يكون عندنا شيء بالارين شيء زحف. يعني هون ننتبه لارا، ننتبه كثير انه مش كل الستات بيلبق لها الزحف حسب طول القدم حسب بطة الاجر اذا مليانه ولا لا، يعني بدنا ننتبه على الاشياء هيدا بشكل عام. شو بدنا نضيف للخزانه بالضبط؟ وكيف بتوصفي اليوم كعليا الملا طلت هالموسم؟ انت مثل ما قلت تطلق فيري سمبل، تطلق كثير هاديه، تطلق كثير بسيطه، يعني بناخذ من اسم هيدا كوايت فاشن، تطلق كثير هاديه. هلا دارج كثير البلد او مروحه الالوان الترابيه يعني الايرث كلر، دارج كثير البنيه من شيء اسمه لاتيه كافيه لاتيه يعني القهوه مع الحليب، هيدا لون كثير دارج الايرث كلر، الالوان الترابيه دارج كثير. بعدنا على الالوان الباليت يعني مدخلين لنا كثير الابيض البيج الرمادي. عرفنا نحن على كل الاحوال هلا للمشاهدين لاتيه دريسنج، يعني كمان هيك فرجينا اكثر من موديل، اكثر من طله، اكثر من ستايل ممكن تطل فيه الصبيه او الست بهالالوان اللي عم تذكريها حضرتك بهي الصورة لارا. نعم. انا حبيت حتى تشوفي انه حاطين اللاتيه هيدا اللون اللاتيه بكذا شكل، حاطين تيار، حاطين فستان، حاطين حتى حبيت اوضح انه الشوز اذا بتلاحظي الحذاء كيف الكعب السميك يعني دارج البالورين ودارج الكعب السميك العريض الكبير الشنكي هيدا بالضبط. كرمال هيك انا بتعرفي دائما بنبسط معك باللقاءات ست عليا، لانه هيك برجع بعيد الحلقات السابقه، قد ايه طلعنا حلقات وحكينا عن دبل سمال، مرقت فتره بطل دارج، رجعنا للكعب الرفيع وهالتفاصيل، هلا رجعوا بقوه، يعني الموضه بتتغير وبنفس الوقت نحن بنكون اذكياء نضلنا محافظين على كم قطعه بنحبها. اكيد اكيد لا حترجع يعني في اشياء اذا بنلحق. نعم 100% هيدا الحلو والدايما الملفت بعالم الموضة وعالم الجمال. لكن مثل ما ذكرنا الألوان الأبيض لازم تكون must have، الذهبي والسيلفر الأشياء اللي هيك مميزة للصيفية. نعم صح. هلأ عنا مثل ما قلنا اللاتيه القهوة بالحليب دارجة كتير. نعم. نرجع عنا الألوان اللي كانت دارجة، الأحمر بعده دارج، الأزرق السماوي، الألوان الباستيل الازرق السماوي، الزهر الفاتح، النيلي بعده، الاخضر بعده، كلهم هدول. بس بنلاحظ انه الالوان الفاقعه تبع صيفيه الماضي ما بقى موجوده، يعني كثير هادي الموسم هيدا، كثير الوانه رايقه. الاخضر مثل ما قلت، الزهر الفاتح، الازرق الفاتح، النيلي، الاحمر، كله هيدا موجود. كمان في الاسود والابيض كمان حنشوفهم كثير. بالضبط. خليني هيك روح شوي مع المخرج للصور بالاول اللي اتفقنا عليهم معك، القماشات، الالوان، خلينا نحكي شوي هيك لمحه للمشاهدين عن الالوان اللي حطيتي لنا اياها لحتى هيك نكون عم نعطيهم اكبر عدد ممكن من النصائح. معي هون اول صوره على الهواء عم بتفرج از ريبورت يعني ترند ريبورت، لنكون هيك بلشنا نحمس المشاهدين اكثر عشان محضرين لهم من صور. يس هلا هدول الصورتين حطيتهم حتى فرجي قد ايه في بساطه بالطلتين. حلو. يعني بالترند والسيزون الابديت هي طلت كثير كثير رايقه وخفيفه. تمام. يعني تميز هالموسم بالبساطه، تميز. حنشوف بالصور اللي وراها كيف الالوان هاديه، وحنشوف كيف الطلات هاديه كثير. حلو حلو. والنيله هي طاغه كمان. يعني النيل كتير حتى إذا بتلاحظي أول تاني صورة كمان نيلي، يعني النيلي واللاتي هني الواو. وحنشوف كمان في كتير أشياء ألوان موجودة كانت بس بعدها، بس ما بقى في نيون أبداً أو الفوسفوري، الألوان الفوسفورية الفاقعة، الألوان الفاقعة ما موجودة بقى مثل السنوات اللي قبل.
100%. قطع معنا هيك صورة كمان للقماشات للألوان، فخبرينا شوي أكتر عنه. هلا دارج كثير الجلد، دارج كثير نعم. يعني القطع جلد، ممكن تلبسي جلد اكيد حسب كل واحد باي بلد قاعد، بس انه الجلد اتس ماست، دارج نعم. كثير، دارج كثير الدومي ترانشكوت، او مثلا طالعه على جبل او رايحه مسافره على منطقه فيها شوي بروده، كيف الترانشكوت انما على جاكيت، حلو. يعني دومي ترانشكوت دارج كثير. دارج القماشات الشير الشفافه دارجه كثير. كمان انه يعني القماشات ما كثير تغيرت، ضافوا عليها بس اللميع اللي هو السيلفر والذهبي، هيدا والجولد. انضاف للطليت بس. تمام، كتير حلو. خليني فوت معك هيك أكتر تفاصيل عن الموديلات اللي حنشوفها، يعني هناك قصات جديدة أو موديلات جديدة. خلينا نبلش بالبناطلين. البنطلونات عندنا قصات، نعم قصات تغيرت نعم. شوي، صار الخصر كثير عالي، عالي. يعني هاي رايز كثير، هاي ويست كثير، كمان وله بليه، سو بدنا ننتبه هون للارسام اللي بتلبق لها، والارسام مثل ما كل مره بنعيد لارا صح، انه مش كل الارسام بتلبق لها طبعا هالقصات، مش ننتبه كل قد شيء في دارج مساحه لازم نقع ضحيته ونشتريه. بالضبط، نعم. ننتبه بين المساحة بين الصدر والخصر قد ايه عندنا مدى حتى نقدر نلبس هالبنطلونات العالي. تمام. دارج الفساتين. كثير، دارج الفساتين الوردي اللي فيها فلاورز صغار، هون ننتبه كمان كبر الحجم الوردي او كبر الوردي حسب الجسم، مثل ما كل مرة بنعيد لارا انه الجسم اذا كان بوتيت، اذا كانت الست صغيرة بالحجم ما بتروح على الورد الكبير، دارج كثير الورد كنت عم بالفساتين، نشوف هيدي الفساتين الصورة مع قماشات القطن المشاهدين ست عليا، كمان عم الصورة محضرتين لنا اياها لنشوف خيارات بالفلاورز بالروزز، ان كان توب دريس بالساك يا بالشوز. صح الورد، يا الورد كثير دارج، ان كان نعم ابليك يعني مثل الجزدين اللي شايفينه الاحمر نعم او الصندل الاحمر صح ابليك يكون، او بيكون مطبوع طبع على الفساتين، بس الفساتين سمبل رقيقه شفافه بسيطة جدا طويلة، يعني هيك بتحسي طلي صيفية بامتياز. طبعا، وكلنا هيك بنكون مبسوطين بالصيفية مثل ما قلت، الطلة فريش والألوان والورود يعني لحالها بتحكي صح بالصيف. خلينا نروح ومركزين مثل ما للتنانير. قلنا، نعم يعني تفضلي مركزين مثل ما قلنا تفضلي. على الالوان الباستيل، على الالوان الهادي، بالضبط. صوت الفساتين بتحسي حالك هيك عن جد الست طايره قد ما انا خفيفه عن جد ولايت بتطلي وفيري فريش مثل ما بيقولوا. بالضبط، فيري وقد ايه فريش. نحن نعم بحاجه بهالايام لهالالوان الحلوه والورود فعلا. لكن خلينا ننتبه نروح هلا للتنانير ونشوف. مع التنانير، قلنا نعم. درج كثير التنانير الطويله، التنانير مثل بتتذكري من زمان كانوا يلبسوا جيبون او هيك تكون التنوره شوي كبيره، صح تفته هيك درجة، هي تطلي هاي خاصة حلو. عشية إذا بدهرة سهرة أو شيء، التفتة اللميعة وهيك كأنه تحت جبهة، هيدا بالنسبة للسهرات والظهرات. بالنسبة حلو. للنهار درج كتير تنانير، أكيد الجينز بعده درج، كأوفر أول وكتنانير حلو. وكسالوبات وفساتين، درج تنانير الجلد كتير مثل ما قلت حسب الجو اللي أنت قاعدة فيه. دارج بالضبط. كتير السوت، لارا السوت التقومي هلا بنسميها اوفيس لوك، يعني بس اوفر سايز مع تنوره او مع بنطلون، حلو، طقم يعني كبير اوفر سايز مثل كتير ما عم كبير نشوف على الهواء هون بالضبط ننتبه. هلا. نعم، يا ثلاثة في تقومة. كمان شغله، في شغله كمان لارا بدي نعم ضيفها على الاربع خمس نقط اللي قلتهم بالاول انه نعم هدول لازم نحطهم بالخزانه لصيف 24، هو الجيلي، درج كثير تلبسي جيلي، عادة معودين نلبس تيور مثلا تحته جيلي وتحته صح شيء قميص او كنزي او شيء، هلا درج الجيلي وحده كانها لحالها كانها قميص او يا كانها او حلو تيشرت، هيدي اتس ماست تكون موجوده. 100%. هيك نحن لانه باي زوم انا عم حاول قد ما فيني اوصل للناس. نحن الصوره اللي قطعت اللي بالنص هي اللي حضرتك عم تذكريها، انه البليزر تحت الجيلي والبانتس، يعني بس الجيلي تحت البليزر يس، او حتى بدون الجاكيت بس بس الجيلي. الجيلي مع بنطلون او جيلي مع تنوره، هيدي حلو كثير كثير طبعا كثير كثير ترندي. 100%. وعم نشوفها هلا على الهواء بهيدي الطريقة، ملبوس الجيلي مع البانتس
إن كان عم نشوف نيلي يس أبيض لون الزهر كل الالوان، كل الالوان طبعا. شو ما كان، بس اكثر شيء، اكثر شيء بتلبق لللاتيه او للقهوه بحليب بتطلي هاي الاوفيس، اها كانه انه اوفيس يعني، بس طبعا انه اي لون، اي لون دارج مع الجيلي. 100%. لكن بعد التنانير كمان الطويلة شو دارج بالقمصان؟ القمصان كمان مثل ما قلنا دارج، مثل السنه الماضيه اللي عليا، اللي عليا هيدا كشكش، اللي علي صار قليل كثير المورد القمصان، يعني القمصان بول، القمصان ساده سادة. دارجه، القميص الابيض دارج كثير، القميص الابيض بتلبسي مع اي شيء، ما في، ما في شيء يعني مميز بالقمصان اكثر ما انه الكشكش اللي كان دارج ولا يزال دارج. حلو. وحتى مثل ما قلتي الجينز، دايما الجينز ما بيبطل موضته، اكيد الستايل لا ما بيتغير، بيبطل، القصات ما تتغير، بيبطل بس ابدا. كجينز هيك بتلاقيه لا غنى عنه. اي هيدي قطعه مثل ما بيقولوا ستيتمنت بيس، بتدلها بالخزانه بتضلها عندك تلبسيها باي وقت. بالضبط. خلينا نروح شوي انا وياكي للاكسسوارات اللي حنشوفها لهيدا الموسم الصيف. من الاحذيه ذكرتي بعضها يعني حضرتك، ولكن كمان هيك خلينا نرجع نكمل اللوك للناس. يس الاحذيه، قبل ما نحكي على الاحذيه بس الكروشيه كثير دارج كمان، بنحب نضيفها هاي انه الكروشيه دارج كروشيه كفساتين حلو. كبلوز اوكي. بالنسبه للاكسسوار لارا، مثل ما قلنا الاكسسوار قطعه كبيره، الاكسسوار ركزي على الذهبي او الفضي حسب شو اكثر شيء بيلبق لك، مع بيلبقلي العلم انه اثنين بيمشوا لاي حدا يعني، انما حلو. اذا انت البلد تبعيتك وور دافي او مروحه الالوان بارده، الحلق الكبير، العقودي الكبيرة، الخلاخيل الشانكي الكبيرة، درج الجزادين الكبيرة، درج العوينات الكبار، يعني كل شيء ما هو مخففين بتطل كفساتين سيمبل لتشتغلي كتيارات. بالاكسسوار. ايوه مركزين اكثر شيء على الاكسسوارز. حلو حلو. هدول محبين الاكسسوار كيفوا لهيدا الموسم. اي هالموسم مبدعين. ومثل ما قلت هلا، بالضبط اذا الست ما عندها مثلا شيء فضي او ذهبي يعني وما بدها تشتري، اوكي ممكن نعم تحط، ما بتقدر تحط مانيكير، تحط ضفير مانيكير ذهبي، تحط مانيكير ضفيرة فضي، صارت فيري ترندي، صارت على الموضه. بالضبط. وهي دائما نصيحة بتعطيها للصبايا والستات، يعني يدخلوا اللون الدارج لو بأي قطعة بحبوها، يمكن ما يحبوا يلبسوا اللوك الكامل، قطعة صغيرة بتقدر تفرجينا انه شيز اب تو ديت للموضة مظبوط. بالموضة. سو لارا بنقدر، لكن هلا نعمل مثل ما بيقولوا ديتوكس لخزانتنا، نشوف حلو. شو في عنا اشياء، والاشياء الدارجه اكيد اكيد عنا شيء بالخزانه من يلي حكيناه، ترجع تطلع ونعمل لها هايلايت هالصيفيه. سو كثير بالضبط. سمبل، اربع خمس اشياء هن الواو، هن الدارجين، مش ضروري يكون كثير غالي، نقدر نشتريهم بشيء كثير بسيط طبعا ونكون اب تو ديت، نكون طلتنا هيك، لانه الفساتين والقطع فيري سمبل. سو ركزوا على الاكسسوار وعلى الاشياء اللي وانبسطوا عن بتخليها جد هيك، استمتعوا بهالموسم ولبسوا الاشياء اللي دارجه، لانه ما بتعرفوا الموسم الجاي شو بيكون حامل معه. يس بالضبط. بالنسبه للشعر، بالنسبة للشعر هلا دارج مثل العادة القصير، دارج الشعر الأبيض السيلفر للي بيقدر يعمله أو يلي بيلبق له. الشعر فيري سمبل، الشعر ما في شيء كثير دارج، كثير بالميك أب الجلتر على الوش يعني الشايني لمعة دارج. يس الشعر ستريت، بعدنا على ستريت، بعدنا على الكاري القصير الستريت يا لوك، والشعر اللايرز العادي، ما في شيء سبيشل عاملينه، لانه الطله مثل ما قلت لك اني حاطينها فيري سمبل، سو لحالها الشعر فيري سمبل. بالضبط. يس ولحاله الاكسسوارز بيحكوا. هلا كمان هيك رح نكون عم نختمها بالعوينتات مثل ما قلنا، شو دارج الكبار يس وحتى العوينات الالوان، الكبار. يعني عم نشوف بيربل، عم نشوف اخضر، عم نشوف اورنج، عم نشوف احمر، مظبوط اسود طبعا وبني. لارا يا بالنسبه للميك اب ما ضروري نشتري هلا دارج ذهبي، الحمراء الذهبيه وحمراء فضه ما ضروري نشتري، اي حمراء عندك انت بتاخذي نتفه شادو في لمعه بتحطي على 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 الشفاف، اعطاك اللوك تبع الصيفيه الحلو.
تمام، يعني انا بدي اشكرك على النصيحه هيك بالختام ست عليا، ودائما اللقاء معك بيكون ممتع مثل الموضه الممتعه دائما، ونتابع دائما الموضه ونشوف شو دارج، ونقدر نكون دائما هيك على معرفه وبينه بكل شيء جديد بعالم الموضه. انا بدي اشكرك واشكر حضورك معنا. الانستغرام الخاص فيك على اسفل الشاشه، بيقدروا الناس يفوتوا ويتعرفوا على كل النصايح اللي بتقدميها. Thank you Lara, thank you Lara. أهلا وسهلا، شرفت، شكرا لك. هيك عبر زوم إن شاء الله مرتي جاي بتشرفينا بالاستوديو. أهلا وسهلا إن شاء فيك، الله إن شاء تحياتنا الله لك. إن شاء الله. أهلا وسهلا ست عليا الملا، استشارية ومدربة للمظهر من Color Me Beautiful بريطانيا. بدي أشكرك وأشكر دايما هيك طلتك معنا. مشاهدينا نحن مكملين بشي جديد، فاصل كتير سريع وراجعين. عودة لكم مشاهدينا من جديد، بدي رحب فيكم وبكل شخص انضم لنا بهذه الفقرة، وبسرني وبشرفني بهالفقرة تكون ضيفتي يارا القوصي، اختصاصية سمع وتوازن وطنين، حائزة على ماجستير في الصحة العامة، مركز على الإدارة والسياسات الصحية، وحائزة على البورد الأمريكي في الجودة الصحية. اسمحوا لي رحب فيها. أهلا وسهلا يارا. أهلا يارا، كيفك؟ تمام ماشي الحال؟ الحمد لله. تحياتنا لحضرتك ويعطيك ألف ألف عافية على كل الجهود اللي عم بتقوم فيها، وخاصة موضوع الكشف المبكر خاصة للسمع. أول شيء عند حديثي الولادة سبق وطليتي معنا بالبرنامج وحكينا كثير، وفينا نقول هيك فتنا على بيوت الناس وقلنا لهم أهمية الكشف المبكر عند حديثي الولادة. وما وقف المشوار هون، إنما كمان أصريتي إنه يكون في نشاطات وحملات توعية بالمدارس لحتى نكون عم نقول إنه مش بس حديثي الولادة، بعد هيدا المرحلة بدنا نفوت على المدارس، بدنا نشوف كي جي 1 كي جي 2 وصولا لجريد 12 هن كمان ممكن يكونوا عرضه ليكون عندهم مشاكل بالسمع. فيعطيك الف عافيه. وبدايه هيك خليني معك نرجع هيك نحكي ونذكر الناس عن الكشف المبكر عند حديثي الولاده. اكيد احنا عملنا موجه سياسه للكشف المبكر عند حديثي الولاده لضعف السمع. وعأساسا نحن هلأ عم نمشي عن other step. هلأ هذا الكشف باختصار شديد هو عم بيقول أنه لازم نعمل فحص السمع، هو كشف بسيط، بعدين إذا بيّن أنه هذا الكشف ما نجحنا الفحص لازم يكون على 3 أشهر لنقدر نعمل التدخل على 6 أشهر، ويقدر البيبي يلحق كل شيء لازم يلحقه لعمره ويكتسب كل الكلمات ويقدر يتواصل بشكل طبيعي. اها 100%. خلينا نشوف صورة الموجز هيك لحتى نكون هالقد عم نوضح هذا الموضوع، عم نحكي على أهمية الكشف المبكر عند حديثي الولادة. 100%. هذا انطبع بيوم السمع العالمي، تم نشره على موقع الجامعة الأمريكية في بيروت الأيوبية، وكمان بالكي تو بي اللي هو مركز تشييد السياسات تحت اشراف دكتور فادي الجردلي، وكل التيم اللي هو مثلا مس ديانا الجمال، عندنا دكتور جورج زيتون، دكتور علا الزين. موجه تحيه كثير كبيره كمان لحرصهم على هذا الموضوع تحديدا ولاهميته الكثير كبيره يارا، لانه كثير بنعرف انه اذا الولد عنده مشكله بالسمع، ورح نتطرق لهالموضوع خلال اللقاء، قد ايه ممكن تاثر على عطائه، على درسه، على اكتسابه للغه اصلا بشكل خاص. صح. فكمان هيك خليني اشرح معك لمحه انه عن كشف المبكر للسمع عند حديثي الولاده بالعالم كله، اذا رحنا لل 2000 ما قبل، وكثير امور ان كان بامريكا ولا اي بلد هو الزامي هذا الفحص. مزبوط. بلبنان بعدنا منه الزامي، فخبرينا شوي. هي هالدراسه اللي عم بقول عندها كنت قبل ال6 أشهر لازم يصير التدخل المبكر، هذه انعملت بال 98 من قبل يوشيناغا. هلا بال 2000 اللي صار انه كانت إلزامية بالولايات المتحدة الأمريكية، وبعدين شوي شوي بعدد من كذا بلد بالعالم. however بعد لهلأ بلبنان مش إلزامية، حتى في كتير مستشفيات بعدهم ما عندهم الجهاز ليقدروا يعملوا هذا الكشف. هو المفروض يعني اليوم هيك بنتكل عليك، لكن عن كتير أشخاص اللي عندهم حرص على هالموضوع أنه يصير إلزامي لنحمي كل هالولاد، لأنه بعدين رح يصير عندهم مشاكل كتير. اليوم العالمي للسمع بيكون بشهر نيسان، وهي
هيدا الشيء ما خليكي ولدي أتوقفي إلا ما أنك تطلقي حملة بعنوان اسمها منيح ودروس منيح وشوف علاماتك كيف بتصير. وأكيد أنت أنه كل ما حدا يكون بيسمع منيح كل ما أكيد بده يكون هالقد كونكتد أو عنده تواصل مع العالم تحت شعار اسمعوا واتوعوا. وهيدي الحملة عطت أو كان إلا 3 أهداف. أول شيء حملة توعية عن مشاكل السمع عند التلاميذ، كشف مجاني عن ضعف السمع، وجلسة استفسارات وأجوبة. ونوجه تحية للمانور هاف سكول اللي هي فتحت أبوابها. ميرسي كتير للمدرسة. بالضبط. فخبرينا عن هالتعاون. أكيد. خبرينا الإقبال من قبل إدارة المدرسة كمان، ودي أهميتها للطلاب. صح. هلا مثل ما حضرتك ذكرت هي الحملة أكيد لها دور بنسيم، بس هو اليوم الأساسي هو 3 آذار. ونحن بنمشي من آذار لنعمل تدخل بنيسان، وتكنيكلي هو شهر 5 هو Better Hearing and Speech Month، يعني هو الشهر الأفضل للسمع. كأنه نحن لقينا الحال بالشهر 5. فهي عبارة عن سلسلة شهر 3 شهر 4 شهر 5. فبشهر 3 هو حول العالم من قبل منظمة الصحة العالمية يوم السمع العالمي هو 3 آذار. لقينا إقبال أول شيء من مراكز السمع اللي كان خصوصا اللي كانوا مساهمين بموجز السياسي. الكل حب يساعد ويشارك ويخلي لينا نقدر نعمل أول شيء كشف للتلاميذ، نعمل لهم توعية. وأكيد تعاملنا مع أحد من هول المراكز. المدرسة كانت كتير مرحبة من الموضوع، الأهل كانوا كتير مبسوطين بالموضوع. حتى الأولاد كان عندهم شوية خوف في منهم إنه ما بيعرفوا شو هو هذا الكشف. في إبرة بيوجع، بعدين اكتشفوا إنه لا، هو مثل الام بي 3 بلاير، هو موسيقى أبدا ما بيوجع. وكتير يعني فحص بياخد أنجا 30 ثانية إذا ما في ضجة. وصاروا يتعرفوا اشياء اكثر عن الدينه، كيف بيحافظوا على سمعهم، كيف بيحموه اذا ما حموه هلا، كيف بياثر عليهم لبعدين. عرفوا عن الفحص، خبروا اهلهم عن الفحص. ونحن بس نحكي على طفل ونوعي طفل، يعني نوعي عائله بحاله. بالزبط. هو كمان بالنهايه حيكبر ويربي اجيال. يعني نحن عم نوعي كثير عالم من خلال هذا الطفل. بالضبط. يعني شو حلو انه كمان هيدا الولاد قدرتوا توصلوا لهم انه قد ايه ينتبهوا لدينتهم، يعرفوا انه يحافظوا. يعني في اسئله انطرحت وقت كنت عم حضر انا وياك، صاروا يعرفوا ويسالوا وقت كان في هيدي الجلسه. مزبوط. الولد هو عم يطرح السؤال. صح. ويقول بحط هيك بدينتي، مش لازم حط، يعني قديش حساسه هيدي المنطقه. فقد ايه كان هيدا الحوار مهم يارا. هذا الحوار كان كتير مشوق بالنسبة لي. أنا ما توقعت لقي هالإقبال من الأطفال. صار يقولوا إنه فينا نحط ماي بدينينا، فينا نحط ألم بدينينا. صاروا يعرفوا إنه لا، هيك أشياء ما فينا نحطها. وما لازم ننظف بالقطن تيج، بنفوت السمغ لجوا. وشوي شوي كل ما كبر عمرهم لهول الولاد، كل ما صاروا ابتدائي أكتر أو إعدادي، كل ما تغير نوع أسئلتهم، صاروا بيقدروا يسألوا أسئلة خاصة بدروسهم بمناهجهم. مثلا كيف عم تتحول الطاقة الميكانيكية اللي هي الصوت لطاقة كهربائية بالدماغ. وهذا كله كان عم بيصير عبر باوربوينت، عم يتم شرحه على شاشة عرض، وعم يكون في مثلا شرح للأذن كيف شكلها من جوا وكيف بتشتغل. قد ايه عرفتون على هذا العضو الأساسي كمان بجسم الإنسان؟ رح احكي شوي أكثر على هالتفاعل اللي صار بالمدرسة، هالفحوصات اللي صارت، النتائج اللي طلعت، بعدين رح فوت تفاصيل كمان لحتى نوعي الناس صغار وكبار عن الموضوع اللي عم نحكي فيه يارا، لأنه كلنا معرضين وكلنا ممكن يكون عندنا مشاكل بالدينة ونحن ما بنعرف. صح. فخلينا نكون هالقد واقعيين وحقيقيين بموضوعنا. لكن لأرجع شوي لهالحوار، ذكرتي موضوع الصبغ اليوم. صح. وقت عملتوا هيدا الفحص قديش كان في أعداد من الأشخاص أو الولاد اللي طلع عندهم مشاكل بالدينة ولا أهلهم عارفين ولا هن عندهم هيدا المشكلة ولا حتى المدرسة تنتبه؟ هذا الصمغ بيعمل مثل ضعف سمع توصيلي. هو مش ضعف سمع حقيقي. هو لأنه نحن عم نحشي بطبلة الدينة ما عم نقدر نوصل الصوت لطبلة الدينة. بهيدي الحالة ساعتها نحن بدنا نكون عم ننظف الأذن عند طبيب أذن عند حنجرة. هلأ هذه ليش بتصير؟ يا أما هو طبيعة الأذن اللي عند الطفل بتفرز زيادة. أو بيكون أنه عم بنظفها بطريقة خاطئة 100% عم بتفوت لجوا. هلأ هذا الكشف عن ضعف السمع. الفحص للصمغ الأذن بيجي مثل النودر الأوتوسكوب بقلب الدينة. تمام. هون بس عم فرجي الأجواء كيف كانوا قاعدين تلاميذ وكيف كانوا عم بيتم فحص الدينيون. لكن لنرجع لفكرة التنظيف. يعني قديش دقيقة وقدي أمرار الأهل بالبيت ممكن يكونوا عم بنطفوا بطريقة غلط بهالتفاصيل. 100%. نعم. يعني ممكن يكونوا عم بيستعملوا الكوتون تيجي يفوت الصمغ لجوا شوي شوي يتراكم. فدايما نحن لو ما عملنا هذا الكشف ما بنقدر نعرف إنه هيك عم بيصير. ما بنقدر نعرف إنه طبيعة دينة هذا الولد بتفرز
زيادة مثلا إذا ما كانت التنظيف بشكل خاطئ. ساعتها نحن هيك بنقدر ننتبه نعمل فحوصات بشكل دوري أكثر. حتى هذا الفحص اللي كنت هلا عم تورجيه على الشاشة هو عبارة عن كشف بسيط منه معمق، بحال إذا طلع في عنا رسوب أو عدم نجاح فيه بالأحرى مش معناتها أنه في ضعف سمع، بالعكس نحن لازم نتأكد نعمل فحص معمق لنقدر نعرف إذا عن جد في ضعف سمع ولا لا. يمكن كان التلميذ مجرب في بوراء طبلة دينته في مي مثلا، فنحن كل هالأشياء نقدر نعرفهم مزبوط بدنا نعمل فحص المعمق. تمام، وطلع أكيد عندكم هيدول النتائج. أكيد أكيد بالضبط. فطلع عنا تقريبا بكل صف 3-4 أشخاص عندهم صمغ، وحالي لحالتين ما كانوا عم بينجحوا الكشف. يعني هذا أكبر دليل قديش لازم نحن نكون هالقد واعيين للولاد ينعمل لهم هذا الكشف، مثل ما بيقولوا على صحة السلامة يارا. يعني مثل ما قلت كلمة ممكن يكون مجرب معبي ورا الدنان مي وكل هالتفاصيل بكون اطمننا واخذوا العلاج المطلوب فورا. 100% مزبوط. اوكي تمام. لكن لارجع لموضوع بشكل عام الاسئله، قلت قبل شوي كلنا عرضة بصير عنا مشاكل ضعف سمع. ليه؟ نحن بالنهايه عنا عوامل جينيه. نعم، بكذا بلد بالعالم في كذا دراسه بتورجي انه مثلا الممارسات الخاطئه اثناء الحمل مثل شرب الكحول او التدخين او التعرض للصور الشعاعيه ممكن ياثر على الجنين. ويمكن ما يكون هذا الشيء مقصود من قبل الام انه هي مش عارفانه انه هي اصلا حامل مثلا او بفتره حمل. اما نحن هلا كمان عنا عوارض اكثر بلبنان وهي كمان موجوده بغير دول. للاسف ما عنا دراسات تثبتها هون، بس عنا نفس العوارض مثل انه عنا جواز اقارب مثلا. نحن بنتعرض لضجيج الحروب ولصوت انفجارات ولصوت رصاص، فكل هذا كله بيأثر على السمع 100%. يعني عن جد قد الواحد بده يكون هيك بطل بهذا البلد لحتى يكمل. ذكرتي اشياء كل الاجيال اذا صح التعبير عانوا منها ببلدنا يارا، واثرت على سمعهم واثرت على عطائهم 100%. لكن هون عم نحكي مراحل طفوله مراهقه حتى كبار السن 100% في عندهم مشاكل بالسمع. نحن دائما ممكن يكون عرضه ليكون في ضعف سمع، ببلشوا بالهن وصغار نعمل لهم الكشف، بس مش معناتها انه مش الحال اذا نجحوا. ممكن لقدام نكتشف انه رجع صار معهم شيء، تعرضوا لضجيج اثر على سمعهم، صار ياثر على اكتسابهم للكلمات والمصطلحات بالمدرسه، اثر على ادائهم الاكاديمي، اثر على ادائهم الاكاديمي، اثر على شغلهم، اثر على فرص عملهم. بالتالي كمان حتى ممكن بس يكبروا يصيروا كبار بس ما يتواصلوا مع الاخرين لانه عندهم ضعف سمع. للاساس كبرت معهم المشكله. صح، يستحوا يكرروا يقولوا لهم بليز عيدوا لنا شو قلتوا ما سمعنا. ساعتها ينعزلوا اكثر، هن هيك عرضه اكثر ليصير عندهم ضعف ذاكره كمان 100%. خليني ارجع معك للمدرسه لانه كمان من ابرز اهدافي كل يوم هالمسيره اللي انا بحترمها كثير يارا، لانه بعرف اصرارك اليوم للتوعيه عن هذا الموضوع تحديدا. كرمال هيك عملت الحمله بالمدرسه وقلتي لازم نبلش من الصفوف الصغيرة الروضات لأكبر صف بالمدرسة لحتى نعمل له هيدا الفحص. ذكرت موضوع المصطلحات، وكلنا بنعرف انه لما يفوت الولد على المدرسة بده يتعلم. صح. بده يبلش يتعلم الكلمات، الأحرف، يكتسب اشياء جديدة وكلمات جديدة. فخدينا شوي لهيدا الجو لشوف هيدا الطفل الصغير اللي ما بيعرف هالكلمات، اللي ما بيعرف هالأحرف وعنده مشكلة بالسمع، وقت خلق ما نعمل له هيدا الفحص فات على المدرسة وعنده مشكله بدينه 100%. هذا الولد اول شيء بده يكتسب كلمات، حيكتسبها بشكل خاطئ اذا عنده سمع. يعني يمكن اول شيء الاهل يفكروا انه ابنه بيسمع، لانه اذا طبش الباب بيسمع طبشه الباب، اذا زقفه بيسمع انه زقف، اذا عيطوا له يمكن يرد. بس هو ما عم بيسمع كل الاحرف، يمكن يكون عنده ضعف على احرف معينه. مثلا حاعطيك اكزامبل، ممكن انا اقول انا رايحه صلح السياره، هو يسمع صلح الطياره. فهو نحن لانه كبار وبنعرف انه اكيد انا ما عندي طياره ما حروح صلحها، عقلنا بيملا الفراغ، سمعنا حرف غلط دغري بصلحها عقلنا بشكل لا واعي. بس الولد الصغير بعده ما عنده هيدي المقدره بعقله، بعده عم يكتسب المعلومات، عقله ما بيقدر يملا الفراغ، حيكتسب المعلومات بشكل خاطئ، ممكن ما يعمل منيح مثلا باشياء مثل الاملاء، مثل القراءه، وهدول كلهم بياثروا على غير اشياء ان كان علميه او ادبيه. بالضبط، قديش حلو هالمثل اللي اعطيتيه، فعلا صح ودقيق. اليوم نحن بنعرف انه سياره مش طياره، فقدرنا نملى الفراغ. كثير حلو التشبيه. اليوم الطفل عم يكتسب الأحرف خطأ كرمال هيك بعد سنوات لقدام، وهيدي نصيحة للأهل اليوم
اللي ما عاملين كشف سمع عند أكيد. الاطفال يعملوا، لانه أكيد. هي عم بتسبب مشكله كتير كبيره، مزبوط. لانه ما عم ياخذ الحرف مزبوط، كرمال هيك بنشوف في اولاد صح بياكلوا احرف مثل ما بيقولوا او صح. بيلدغوا كل صح. هذا حسب سمعهم مزبوط. كل ما تاخرنا اكثر كل ما بصير مثلا بدنا صعبة. تقويم نطق اكثر، ممكن لبعدين ما نلحق النطق، ممكن مثلا يصير على الاشاره وبدنا مترجم لغوي الى اخره. بنفس الوقت نحن ما بنقول انه فات القطار، حتى لو ما لحقوا هن وصغار ممكن يلحقوا مثلا اذا مش بالروضات بالابتدائي بالاعدادي. دائما كل ما قدرنا نلقط شيء من السماء احسن ما يروح كله. بالضبط. يعني اتس نيفر تو ليت 100% exactly. اللي عم بتقوليه، كرمال هيك لكل الاعمار لازم ينعمل كشف عن السمع. بدي ارجع لفكره انه بلبنان منه الزامي، اليوم منه الزامي، ولكن الثقافه مفروض تكون موجوده والتوعيه موجوده. قد ايه لازم نحن نكون عندنا ثقافه نعمل هذا الفحص سنويا شهريا؟ يعني نقلينا شوي لهالاجواء لانه هو منه مجبور علينا. فنحن لازم نكون هلا، وحتى للكبار اللي هن بيسمعوا منيح، يعني بيعرفوا حالهم بيسمعوا منيح، اكتسبوا المعلومات صح، لازم كل سنه وصولا نعمل فحص سمع. بالضبط. هلا نحن اساسا لما يروح الولد عند طبيب الاطفال، في كثير اطباء اطفال ما بيعرفوا انه لازم يعملوا كشف للولد بهالعمر الصغير، ما بيركزوا عليه، بيركزوا على الطعومه، بيركزوا اذا جدد الطعم اخذ له بوستر ولا لا. ونحن مثل ما بنجدد الطعم كمان لازم مش بس نعمل فحص، نجدده دوريا، دائما نتاكد انه ما رجعنا تعرضنا لاشياء بتاثر على السمع، ممكن مش بس الضجه، حتى في ادويه ممكن تاثر على السمع. الأدوية الكانسر مثلا، هدول كلهم ممكن يأثروا على السمع ويأثروا كمان على نمو الطفل. هلا نحن الحق مش على أطباء الأطفال، بالنهاية في منهم بيعرفوا عم يعملوا اللي عليهم، في منهم ما بيعرفوا، فهي المشكلة أكتر كالنظام الصحي، ما في توعية بالنظام الصحي على أهمية كشف عن مشاكل السمع. سمع 100%. وذكرت نقطة كتير مهمة، نحن كلنا كأمهات بنركض لنعطي الطعومة on time على الوقت، في بوكلت بحد ذاته صح. أصلا موجود بين إيدينا بنتبعه حتى في شيء خاص بالسمع. بس قديش نحن بنفتحها هيدا ونشتغل عليها هيدا؟ من حوالي 11-12 سنة صار في صفحة خاصة بكشف السمع، بس للاسف مش الكل عم يستعمل على هذه الصفحه. فهي نصيحه هيك على الهوى، لكن كلنا معنا البوكلت نفتح ونحن نسعى ورا هذه الصفحه ونعبيها ونعمل فحوصاتها 100%. قبل ما ارجع اروح اعمق على موضوع الحمله اللي عملتوها واللي كنتوا على الارض امام التلاميذ، لانه كنتوا طرحتوا موضوع مهم هو التنمر، ورح ارجع له لهذا الموضوع، لانه في اولاد عم بيعانوا من ضعف السمع وهن مخلوطين بالمجتمع، فلازم ننتبه لهالنقطة. ولكن خلينا نقول نحن عملنا هيدا الفحص طلع عنده ضعف سمع، شو العلاجات؟ وين نحن منروح كمان بهيدا الموضوع يارا؟ هلا اذا بين عنا بالتخطيط المعمق في ضعف سمع ممكن نستعمل سماعه. اذا كان الضعف شديد ساعتها ممكن نعمل مثلا زراعة قوقعة اللي هي عمليه جراحيه. في كذا شيء هلا احيانا ما ببين بالتخطيط العادي لفحص السمع، ممكن نلجا لانبعاثات القوقعه اللي هي بتكون ادق اكثر ومفصله اكثر، ممكن تورجينا انه في ضعف شوي بالشعيرات. هلا احيانا بتكون الاشياء كمان بالمشاكل بالوصلات العصبيه اللي هي بين الدانه والدماغ، مخصص الدانه فيها الدانه سليمه. بهالي الاحوال كله نحن اللي ممكن نعمله انه كمان نهون على الولد بقلب المدارس، يعني فينا نستعمل شيء اسمه فريكونسي موديليشن اف ام، بيكون المعلمه لابسه مثل مايكروفون بيروح دغري على دانه التلميذ حلو. المعلومه ما بتتعرق، ما بتتاثر بالضجه اللي بالصف. فينا نقعد التلميذ اول طبقه، فينا بنفس الوقت نحط سجاد بالصف ليقدر يمتص الصوت. فينا نحط اذا كان في كتير ازاز بالاوضه فينا نحط براده. من زمان كتير يعني من فوق العشرين سنه في شيء كان اسمه تاليكويل اللي هو مثل حقل مغناطيسي دغري بيوصل على السماعه، كانوا يستعملوه بالمسارح بامريكا. يعني من زمان كان في طرق نقدر نخفف من الضجة ونزيد علو الصوت اللي بدنا نسمعه، بس نحن بدنا من الأول نكتشف المشكلة لنلاقي الحل. فكيف هلأ بهالسنة بال2024 في عنا حلول لا تحصى ولا تعد؟ حلو. حلو. وحتى كرمال الولد بحد ذاته وقد ايه صاروا متطورين جدا، حتى السماعات ما بقى حدا بحس حاله لا صغار ولا كبار متأثر بالشكل، يعني كله صار مدروس صح. مثل صح. ما عم بتقولي. بس قد ايه حلو الحلول اللي عطيتيها يارا هلأ، وقد ايه بيكون في كتير من اللي عم بتابعونا هلأ من الأهل اللي عندهم أولاد عندهم مشاكل بالسمع، دايما بيتمنوا على المدرسة يكون فيها هالقد لفتة مثل اللي حضرتك عم بتقوليها، انه نكون هالقد نحن متعاونين مع هيدا الطفل
بطريقة نأمن له البيئة المضبوطة ونشوف الاختلاف وما نعمل فرق بيناتهم، يعني نشوف الفرق وما نفرق، خليني استعملها 100%. هالكلمة. فخبرينا. أنا بصراحة تفاجأت من كمية الإقبال عند الأهل. نعم. عادة بالعياد اللي بنشوفه هو في 5 مراحل مختلفة، وهو المعروفين عالميا. أول شيء الأهل، مش كلهم أكيد، الأغلبية بلشوا ينكروا، لا ابني بيسمع بيرفضوا منيح الخبرية. 100%. بعدين ببلشوا من بعد ما ينكروا يعصبوا، من بعد ما يعصبوا ببلشوا يلوموا، والله يمكن هول الجينات من عائلة الباي مش من عائلة الأم، أو ببلشوا الباي مشاكل مع بعض. يلوم الأم 100%. أو وقتها حبلة الأم عملت مثلا دخنت، أو عملت شيء ما لازم كانت تعمله، تشرب كحول إلى آخره. فبصير يفتشوا على عقدة اللوم، بعدين بصير في عقدة ذنب، وصولا آخر الشيء إنه أوكي شو الحل. نعم. هول كلهم، هول المراحل كلهم بالمدرسة ما شفتهم، لقيت الأهل حلو. كتير مقبلين، متعاونين. شو الحل، حلو. شو لازم نعمل، كيف نعم. لازم نتوجه. ويمكن هيدا مثل شعاع من الأمل، لأنه نعم. مثلا إذا ابنه ما عم بيجيب علامات منيحة بيعرفوا إنه ابنه بيقدر يعطي، طب ليه ما عم بيجيب، يمكن إنه بالضبط. المعلومة مش عم توصله. مية بالمية. فكانوا هني حارسين كتير على هالموضوع. حلو حلو. وكمان الحلو قبل ما أختم معك يارا، مثل بقولوا لا يمل من وجودك معنا، كتير فكرة التنمر اشتغلت عليها بالمدرسة، وقلتي لهم قد ايه اذا في اختلاف، في شخص عنده مشكله، نحن كاطفال كمان لازم نتعاون، وهذا دور الاهل بالبيت كمان. مزبوط مزبوط. حتى انه مثلوا مثل فيديو صغير تلاميذ حبوا يورجوا انه لا، نحن اذا حدا عنده ضعف سمع هو اختلاف منه نقص بالنهايه، نحن بنصير بنساعده، بنقول له مثلا سمع غلط صحح له، ما بنضحك عليه. ونحن بنعرف الصغار احيانا كثير عندهم تنمر، في منهم ما بحب يروح على مدرسه كرمال التنمر. طبعا. فبالنهايه هلا السماعات شكلهم كثير حلو، طبعا. ما في حدا يتنمر على حدا بالضبط. بالسماعات، مش حجه، صارت متطورة موضه جدا، حتى وصارت ستايلش كثير 100%. صارت هالقد عم بيروحوا بال 2024 لنحل المشاكل، صح. لانه هن لهم حق مثلهم مثل غيرهم، وكمان نحن هالولاد لهم حق علينا نحن ننتبه كاهل. يارا انا بدي اشكرك. كلمه اخيره لإلك، لانه انا وياك نحن عم نحضر كثير، تطرقتي لموضوع المدارس، وزاره التربيه، وزاره الصحه، هالتعاون صح. الجميل. حتى في شيء قلت لي عن موضوع العيون بالامتحانات الرسميه، فللاذن كمان حصه كثير كبيره. فخلي الختام معك يكون اكيد. بالامتحانات الرسميه بالمناهج كان يكون مطلوب درس نعم. عن العيون، حتى نعم. بكذا مرحله عمريه، يعني بكذا صف. نعم. أنشأ في شويه دروس عن الدين الأذن. للاسف، ما يعني حتى في ناس ما بيعرفوا انه الاذن مقسم لثلاث اقسام، اذن وسطى، خارجيه، داخليه. فحسيت انه الاولاد لا، بالعكس حبوا يتعرفوا على الدين من قبل العرض اللي نحن قدم لهم اياه. بنفس الوقت يعني ما في الزاميه من قبل وزاره التربيه بهالموضوع. كتير حلو لو بتلزموا وزارة التربية وبتدخلوا بالمناهج، لكل المناهج ولكل المدارس، لصحة وسلامة هالطلاب. كتير حلو كمان بيكون إذا تعاونت وزارة التربية مع وزارة الصحة ليعملوا إلزام للكشف مثل ما كانوا يتعاونوا كرمال يعملوا اللقاحات بالمدارس قبل. بالضبط 100%. يارا أنا بدي أشكرك. الفيسبوك بيج خاص فيك على أسفل الشاشة، بيقدروا الناس يفوتوا ويتابعوا كل شيء، بتعطيهم نصائح، وبلس فيهم يشوفوا كمان الأجواء اللي كانت بالمدرسة، لحتى صح. يشوفوا قد ايه كانوا الأولاد محمسين، قد ايه الأولاد احترموا هذا العضو يعني بجسمهم، وعرفوا قيمته، وعرفوا كيف ينتبهوا، لأنه في عوامل كمان خارجية ممكن تأثر، فلازم ننتبه لأبعد صح. الحدود. وللأهل بدنا نقول لهم الكشف المبكر ثم الكشف المبكر عند حديثي الولادة، وعند أولادكم بكل مراحل الدراسية، وعند الأهل كمان، وعند الأهل كمان، وعند أهل الأهل، وأهل الأهل 100%. عن جد بدي أشكرك لشغفك وحبك لهذا المجال. شكرا. يعطيك ألف عافية. ثانك يو. حبيت أقدم شيء جديد بشيء جديد. 100%. وأهلا وسهلا، دائما بتنوري شيء جديد. ثانك يو. اهلا وسهلا لك يارا الخوصي، اختصاصيه سمع وتوازن وطنيين، حائزه على ماجستير في الصحه العامه، مركز على الاداره والسياسات الصحيه، وحائزه على البورد الامريكي في الجوده الصحيه. شرفتينا واهلا وسهلا فيك معنا. مشاهدينا لهون بنكون وصلنا لختام حلقه شي جديد لليوم. بدي اشكركم لحسن المتابعه، وكونوا دائما بالف خير. الى اللقاء.